عندكم دجاج زايد بالبيت، راح نسوي أكلة سريعة كلش طيبة راح نسويها اليوم لكم. هسه صار عندي هيج، راح شوية أحمسه. هنا أنا راح أخذ راس بصل واحد مثروم ناعم، بحمسة خفيفة راح أضيف له سمار. هذا السمار تخلوه هواية، كل ما تخلون هواية يصير أبيض. ما عليكم باللون، هو لونه هيك بس هو سمار صدقي مو كذي. بعد ما انحمس قليل راح أضيف له اللحم اللي هسه سويته. حمسة خفيفة ما يحتاج، إنه هو أصلا مطبوخ. راح أضيف له بقى السماق، كل ما ضفته يصير طيب. تقريبا خاشقتين كبار خليت له سماق. هسه بعد ما انحمس راح نسوي الخطوة الثالثة، راح آخذ خبز الصاج وأحشيه بهاي اللي نسوي عنده لفات والطعم كلش طيب. أي أكلة زايدة إخبار عندكم ممكن تسويها غير شكل وممكن نستفاد من عندها. هسه هنا استخدم كابسة وراح اخليهم بالكابسة، صفطهم بهذا الشكل. شوية زيت الزيتون اذا عندكم. كبسها هاي خلاص، بس هيجي بس تنكبس عندي بعدين تصير جاهزة. بقى شلون صارت هاي خلاص، هسه نطفيه. بقى شلون استوي فوق من جوا كل سهلة وسريعة. نخلي على الوجه رشة سماق، هاي اختياري. لهنا خلصت وصفتنا حبايبي، ان شاء الله تضاكم وعجبكم. ارجوكم ما تنسون دعم قناتي باللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس حتى اي وصفة جديدة نزلها توصلكم. جربوها حبايبي ما تتندمون، والف عافية، مع السلامة، باي باي.